الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. مصر تحمل إسرائيل تبعات اجتياح رفح الفلسطينية، وجامعة الدول العربية تعلن تأييد خطوات القاهرة للدفاع عن أمنها القومي. الأمم المتحدة تعلق نشاط المساعدات ليلا في قطاع غزة لمدة 48 ساعة بعد مقتل عمال إغاثة. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة نيابة عن أعضاء الحكومة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعة، مشددا على ضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تطرح. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد الموافق 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون أحكاما تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح والتصرف في حالات رفض طلب التصالح. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع بوزير الاتصالات مستجدات مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الاجتماع تناول أيضا المفاوضات الجارية بين شركة المصرية للاتصالات وإحدى الشركات للتوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، على أن يكون التحالف بين الشركتين بنظام المشاركة في الدخل. أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي. وجاء ذلك في القرار الصادر عن اجتماع المجلس على مستوى المندوبين. ودعا القرار مجلس الأمن لاتخاذ قرار يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وحذر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي العربي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان أن تحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها. وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، شدد أبو الغيط على أهمية النضال في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابل للاستمرار، وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضريا، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. من جانبها دعت مصر دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ. وحملت مصر في كلمتها التي ألقاها مندوب مصر السفير محمد مصطفى عرفي، حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، مما ينذر بإفشال جهود وقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات لقطاع غزة، ويدفع لحدوث تبعات جسيمة تطال الجميع بما فيها إسرائيل. أؤكد في مستهل كلمتي أن الموقف المصري واضح بجلاء منذ بداية الأحداث. استرفت مصر وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة، وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن المسؤولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحثيثة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال مساعدات الغازة إلى قطاع غزة، ويدفع الأمور إلى كارثة إنسانية محدقة ذات تبعات وخيمة للغاية على الجميع بما فيهم إسرائيل. قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، قال إن إقدام إسرائيل على اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، كما سيهدد الأمن القومي العربي بما فيه أمن مصر القومية. وأضاف العكلوك أن الولايات المتحدة تعلن رفضها لاقتحام رفح الفلسطينية، إلا أنها في الوقت نفسه تصدر السلاح للاحتلال. نحذر من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج مئات المجازر الوحشية، وسيعرض لخطر الموت حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني غالبيتهم الساحقة ممن نزحوا قسراً إلى رفح بأوامر من جيش العدوان الإسرائيلي على أساس أنها منطقة آمنة. ونحذر من أن ذلك من شأنه أن يجعل تهديد وزراء حكومة العدوان الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين خارج أرضهم حقيقة واقعة، وهو ما يشكل حقيقة اعتداء سافرا على الأمن القومي العربي بمجمله، وخاصة على الأمن القومي لجمهورية مصر الشقيقة. قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني إن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين، وأضاف أن المجموعة الدولية لم تتحرك بما يليق لوقف الحرب في قطاع غزة. وفي سياق متصل أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنهم ملتزمون بشروط الحركة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل والتام من قطاع غزة. وقال هنية في خطاب للاحتفال بيوم القدس إنه لا تنازل عن عودة جميع النازحين إلى منازلهم والسماح بدخول جميع المساعدات اللازمة لشعب غزة وبإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار والتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريج أن المنظمة علقت الحركة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب مقتل موظفين بمنظمة وورد سنترال كيتشن الخيرية.
ومن جانبه شدد مؤسس منظمة World Center Kitchen الخيرية الطاهي الشهير خوسيه أندرايس على أن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي المنظمة في غزة تم استهدافهم بشكل منهجي، وأضاف أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شدد على أنه على علم بتحركات موظفيها. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفي الإغاثة بمنظمة World Central Kitchen في أقرب وقت ممكن. وقال ميلر أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين الفلسطينيين على حد تعبيره. وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين في المنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 32,975 فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 75,577 آخرون في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن 59 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 83 خلال الساعات 24 الماضية. أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسميا النظر مجددا بطلب قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. دعا عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانس إلى إجراء انتخابات عامة في سبتمبر في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب العدوان على القطاع. وجاءت تصريحات جانس في خطاب ألقاه أمام الجمهور مشيرا إلى أنه بحث موعد الانتخابات الإسرائيلية مع رئيس وزراء الاحتلال والقادة السياسيين. يقوم مكتب خدمة المواطنين التابع لمحافظة شمال سيناء بمستشفى العريش العام بتقديم كافة الخدمات الإنسانية للجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم والعالقين على مدار الساعة. وتشمل هذه الخدمات توفير الوجبات الطازجة والملابس والأدوات والمستلزمات الطبية. عبر مكتب خدمة المواطنين هذا وبعد 6 أشهر من الحرب على قطاع غزة، مصر لا زالت تقدم خدماتها للأشقاء الفلسطينيين. مريم علي حسن جاءت بصحبة ابنها عمر كمرافقة له والذي يبلغ من العمر 11 عاما، جاء من غزة ليتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية. ايه الإصابة بتاعتك اللي انت وجهه فكرت ورا بقدرش. طيب. قول لي بقى ايه الخدمه اللي انت بتحصل عليها او بيقدموا لك ايه هنا في المستشفى؟ كل شيء زي ايه كده؟ احكي لي. كل العلاج والاكل واللبس كل شيء. ابت مريم ان تقدم لها الخدمه كمرافقه لابنها، بل قامت بمساعده اقرانهن من الفلسطينيات من خلال اعداد وتجهيز الوجبات لهن داخل مكتب خدمه المواطنين التابع لمحافظه شمال سيناء. بصراحه هم يعني ما قصروا، فانا حبيت انه انا كل مجهودي انه انا اقدم معاهم. هم قدموا لي الحب والعطاء، فانا قلت لا يعني انه نكون ايد واحده متعاونين مع بعض. فقدمت يعني أكثر حاجة يعني أنه سحور وفطور يعني. في اهتمام كتير، فأول ما وصلت من أول ما وصلت المستشفى ما شاء الله احتضان كامل، أمن وأمان،
دخلنا يعني بالحب والمودة فوفرونا كل السبل يعني. آيات عبد الرحمن وعروبة وغيرهم سيدات فلسطينيات تعرضن لإصابات بشظايا أشدنا بما يقدم لهن من خدمات طبية داخل مصر. أذكر خدمة المواطنين، مكتب خدمات المواطنين على مجهودهم الذي يبذله ليل ونهار في يعني بسعى على هنا، مش محسسنا فعلا ان احنا في مكان تاني، كأننا في مكاننا ما شاء الله، يعني كل هم وراحتنا. يعني بشكر كل اخواننا الذي ساعدونا حتى وصولنا الى تنسيق، يعني انا عملوا لي تنسيق ان شاء الله اني باخذ علاجي حتى يعملوا لي تنسيق اسافر لمكان أعمل عملية إن شاء الله، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. إسراء عابد جاءت كمرافقة ولكن عملت كمتطوعة داخل خدمة المواطنين لتقديم خدمات تتعلق بإدراج البيانات والمعلومات عن الجرحى والمصابين الفلسطينيين. الدور اللي أنا هنا بواجهه للأسف إنه أنا ما قدرتش في غزة إني أساعد بأي حاجة بسبب الأوضاع، فأتحت الفرصة لما أنا طلعت مع أخوي المصاب هنا إني هي الفرصة اللي أتحت لي إن أنا أساعد الإخوة الفلسطينيين اللي هنا والمصريين برضو كمان، فكلنا إيد واحدة. طبعا بنوفر لهم الدعم النفسي، ملبس، مأكل، مشرب، أي حاجة بيحتاجوها الحمد لله كلهم، الحمد لله. حتى حضرتك يعني تسأل أي حد فيهم الحمد لله كلهم بيشكروا في الدور المصري الحمد لله، ما فيش حد أثر معاهم لحد الآن في أي شيء. الجانب الطبي الحمد لله الناس شغالة كويس. محمد عبد الصبور للتلفزيون المصري. بحث سفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي للسودان توم بياريلو جهود وقف إطلاق النار في السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات، والمباحثات التي عقدت بالقاهرة شملت إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال. كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي تستضيفه باريس يوم 15 من إبريل الجاري. قال تيم ليندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن أن ضغوط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهدف إلى حماية حركة الشحن في البحر الأحمر ربما يثني قوات الحوثي اليمنية عن شن هجمات على السفن. وأكد كينغ أن بلاده تفضل الحل الدبلوماسي وأنها تعلم أنه لا يوجد حل عسكري، وأكد أنه في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي. حذرت الولايات المتحدة إيران من استهدافها ردا على هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأبلغت مجلس الأمن بعدم علمها المسبق بالهجوم الذي ألقت طهران بمسؤوليتها على إسرائيل. وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إنهم لن يترددوا في الدفاع عن جنودهم، مكررا تحذيراتهم السابقة لإيران بعدم استغلال الوضع مرة أخرى لاستئناف هجماتهم على العسكريين الأمريكيين. وفي سياق متصل قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء جنود الاحتياط في سلاح الدفاع الجوي، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار تعبئة قوات الاحتياط في الدفاع الجوي يأتي بعد تهديدات إيران بالرد على استهداف مبنى قنصليتها في دمشق. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستالنبرغ أن الدعم العسكري من كوريا الشمالية وغيرها من الدول لروسيا له عواقب أمنية عالمية خطيرة. لا يمكن لحلف شمال الأطلسي المؤلف من 32 عضوا أن يتجاهلها. جاءت تصريحات ستولنبرغ خلال اجتماع وزاري لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى 5 سنوات. وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أن على أعضاء الحلف ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا. Robust because we strongly believe that
ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر أجزاء من تايوان واليابان والفلبين وتحذيرات من تسونامي. وذكرت وسائل إعلام محلية في تايوان أن بعض الأشخاص محاصرون، فيما أفادت إدارة الإطفاء بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 900 آخرين، بينما أمرت الفلبين بإخلاء المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي. أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي. وأضاف البنك المركزي المصري أن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت بنحو 5 مليارات دولار بعد أن كانت قد سجلت نحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي. ضمن حملة طرق الأبواب، قامت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع لحوم مجمدة، وذلك بناحية نجع العرب التابع لقرية إدفى بمركز ومدينة سوهاج. واستهدفت الحملة 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحم لكل أسرة بإجمالي طن لحوم. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، حيث نجح في توزيع لحوم مجمدة بإحدى مراكز سوهاج، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب. بنستهدف توزيع لحوم في مبادرة أطلقتها الأورمان بداية شهر رمضان المبارك، مبادرة طرق الأبواب. بنوصل للأسر الأولى بالرعاية هنا وبنهتم بتلك الشرائح. بنوزع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية داخل القرية. النهاردة مستهدفين 500 أسرة داخل القرية. القرية في غروب سوهاج يغلب عليها الطابع الجبل والصحراوي لبعدها عن محافظة سوهاج، فاحنا النهاردة اخترنا القرية ننزل نوزع فيها مواد غذائية ل 500 أسرة بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة. استهدفت الحملة 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة بإجمالي طن لحوم، فضلا عن توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على 6000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وتعيش كل سنة إن شاء الله. ونشكر جمعية الهرمان مستهمين بينا واحنا في الجبل فوق، وكل سنة وانتم طيبين، وتعيش كل سنة إن شاء الله. واحنا متشكرين يا عم، كل سنة وهم طيبين، وحنن عليهم ويرزقهم يا رب. نشكر الهرمان على الشكر والتقدير على اللحم اللي جابوها لنا، كل عام وانتم بخير. نشكر جمعية الهرمان على المجهود المبذول هنا في نجع العرب، واحدة محلية قرية إدفى بمركز سوهاج. احنا القرية موجودة في آخر سوهاج من غربة في الجبل موجودين. نشكرهم على التعب اللي هم جابوا مخصوص عشان يساعدوا الناس الأكثر احتياجا. ونجح التحالف الوطني أيضا في الوصول إلى المواطنين في قرى ونجوع سوهاج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها الجهود التنفيذية والمجتمعية كافة. نظم بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي قوافل علاجية في الدقهلية لإجراء عمليات جراحية وتوفير النظارات بالمجان. استهدفت القوافل خدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على 1350 حالة يوميا بالمجان، فضلا عن تحديد أكثر من 35 عملية. حاملاً الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئة الأولى بالرعاية، يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن لتخفيف الآلام عن المرضى. محافظة الدقهلية شهدت انطلاق قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية وتوفير نظارات بالمجان لعدد من المواطنين وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة. احنا بدأنا القافلة الطبية نبدا نكشف على الحاله، بنكشف على 1350 حاله في اليوم، وحضرتك في ناس بتحتاج للعمليات فبنحولها وبنكلمهم،
فهنا احنا موجودين لتنفيذ 35 عملية رمض في مركز الأكاديمية بالمنصورة. واستهدفت القوافل العلاجية لبنك الشفاء المصري خدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على 1350 حالة يوميا بالمجان، بالإضافة إلى صرف العلاج للمرضى. كما استهدفت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحديد أكثر من 35 عملية للحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة. أنا جيت أعمل عملية هالاثنين، وأنا ما أشكر الرئيس وأشكر جميع كل من يتقرب له. الأجراءات اللي تمت معانا الكفيلة راحت عندنا المركز بتاعنا وطلبونا، ورحنا قاموا معانا بالواجب وبعتونا للورق، واحنا جينا في الميعاد اللي قالوا لنا عليه عشان نعمل العمليه. القافله الطبيه للتحالف الوطني ذهبت اليها سريعا لكان انظر الى طريقه الكشف فيه، فوجدت فيها اكبر نسبه من الكشف باهتمام ورعايه كافيه. ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد أركان عمليات التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم كافة أنواع الرعاية للمواطنين الأولى بالرعاية على كافة المستويات. يلجأ الصيادون في غزة للمجازفة بقواربهم الصغيرة أملا في الرجوع بوجبة تكفي عائلتهم رغم حصار الاحتلال ونيران البحرية الإسرائيلية. وتشن البحرية الإسرائيلية حربا على الصيادين الباحثين عن قوتهم وقوت أبنائهم في البحر. على شواطئ غزة حرب أخرى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين والشبان الفلسطينيين الذين اضطروا لامتهان مهنة الصيد في ظل عدم توفر الغذاء والاحتياجات الأساسية. ورغم أهوال الحرب ونيران البحرية الإسرائيلية ومشاعر الخوف والرعب، يضطر الصيادون للمجازفة بقواربهم الصغيرة أملا في الرجوع بحصيلة صيد جيدة. حصرونا أطلاق النار وأطلاق النار، برمجة جايت علينا، برمجة جايت هنا بالصوت، يعني كلها مخاطرة، بنخش في المية مخاطرة، كلها مخاطرة، يعني فيش يوم بنعدي إلا ما بيجي علينا، كله خوف وكله رعب، ورغم هذا يعني بنخش وبنعدي عشان نقدر نعيش، نقدر نأمن لقمة أطفالنا. ويواجه الصيادون مثل جلال قرعان الذي يعول أسرته مخاطر كثيرة في البحر أيضا، فمجرد إلقاء شباكه قد يفقد حياته إذا أثار ذلك غضب البحرية الإسرائيلية. اليوم غرب الأولاد راحوا يجيبوا غزلاتهم، اليوم أجوا طرادات أربع طرادات حصروهم، يعني من الشام ومن قبلة ومن شرقة، هم في النص، وطبوا طلاق نار يعني قدام على قوت الحسكة، على قوت الحسكة يعني شوية وقتلهم. أصوات الرصاص والقنابل تصاحب جلال ورفاقه الصيادين خلال رحلة البحث عن الرزق، ورغم ذلك لا مجال للتراجع لإطعام أسرهم. كمية يعني السيد يعني دي رمضان والواحد صايد وبخاطر في حاله عشان يجيب له كيلو سمك ولا 2 كيلو سمك اللي يقدر يتغدى فيهم أو يبيعهم يجيب احتياجات البيت. ويحرص جلال على الصيد في رمضان الذي تجتمع فيه العائلات لتوفير الطعام لذويه في ظل الجوع المنتشر بقطاع غزة. اليوم احنا من نجهز طبعا الفطور اليومي الرمضاني، طبعا بما انه اولادي اليوم كتير بحبين السمك، وطبعا احنا بلد فلسطين ام السمك وام الاكلات البحرية، لكن حاليا مش متوفر بازمة صعوبات الحرب والسمك مش متوفر، وللأسف احنا من ايام ما قبل 7 اكتوبر ما اكلناش السمك تقريبا. مهنة يحاصرها الموت والخوف ورحلة محفوفة بالمخاطر، الا ان الجوع يرغم صيادي غزة على ركوب البحر. الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء،
وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
وبأخبار الطقس نصل إلى نهاية نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. مصر تحمل إسرائيل تبعات اجتياح رفح الفلسطينية، وجامعة الدول العربية تعلن تأييد خطوات القاهرة للدفاع عن أمنها القومي. الأمم المتحدة تعلق نشاط المساعدات ليلا في قطاع غزة لمدة 48 ساعة بعد مقتل عمال إغاثة. نهاية نشرتنا، ويتجدد اللقاء مع شفك المنيري في التاسعة. أهلا بك، مساء الخير وكل سنة وانت طيب. مساء النور يا نهى، مساء النور يا سحر، وطمنوني عليكم، ايه الاخبار؟ تمام، مساء الخير عليكي. الحمد لله كله خلاص، رمضان بيجري مننا زي ما بيقولوا، ايام قليله خلاص يعني. صحيح، كل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين، انت يا نهى والعزيزه سحر، يعني زميلاتي الجميلات الاعزاء. شكرا. بالنسبه لي اشكركم واتمنى لكم يعني شكرا. كل الخير والتقدم لكل صناع نشره التاسعه. شكرا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدا برنامج التاسعه، تفضلوا.